عاد التوتر مره اخرى الى منطقتي باب التبانه وجبل محسن في مدينه طرابلس اللبنانيه اثر وفاه احد المواطنين متاثرا بجروح بعد اصابته بثلاث رصاصات وقد اعلن الجيش اللبناني ان التدابير الامنيه المكثفه التي اتخذتها وحداته العسكريه في مختلف انحاء البلاد ادت الى تقلص عمليات تفجير السيارات المفخخه يأتي ذلك فيما لا يزال لبنان يعيش هذه الأيام ظروفا سياسية صعبة بسبب الخلافات الحادة بين الأحزاب حول البيان الوزاري وتأجيل إصدار البيان من قبل الحكومة. في وقت إقليمي ودولي حاسم وفي ظل تغيرات سياسية وأمنية صعبة جاء المؤتمر البارسي الذي اجتمعت فيه المجموعة الدولية لدعم لبنان. كبيرا من حيث العناوين التي اشتملت على دعم الجيش والاقتصاد وازمه اللاجئين، وصغيرا من حيث المضمون والفعاليه، وغامضا من حيث الاهداف. لماذا اليوم والان مسموحا ومرغوبا ومطلوبا امريكيا وغربيا وحتى عربيا لان يدعم الجيش اللبناني وما كان بالامس حتى الامس القريب ممنوع عليه ذلك؟ هل يراد للجيش اللبناني مهام غير مهام الحفاظ على السياده ورد الاعتداءات الاسرائيليه؟ ايضا هذا تساؤل مشروع. ومن المؤكد ان هذا المؤتمر يحمل ابعاد اكثر من التي ظهرت في وسائل الاعلام، ومن الواضح ان بعض الدول الاجنبيه والعربيه تحاول حفظ الاستقرار في لبنان على الاقل في الفتره الحاليه، وبما يتناسب مع مصالحها. هناك مصلحه غربيه امريكيه عربيه بحفاظ على مستوى معين من الاستقرار في لبنان. ليس كرمه لعيون لبنان. انما هناك الان مصالح استراتيجيه لهذه الدول لكي يبقى لبنان ان لا يحدث به ان يصبح على شفير الانهيار او الانفجار. انما لا يريدون للبنان الانفجار الكبير لان ذلك ليس في مصلحه الكيان الصهيوني اليوم تحديدا. وهذه ليست المره الاولى التي تصرح فيها بعض الدول عن رغبتها بتسليح الجيش اللبناني وتخصيص صندوق مالي لمساعدة لبنان في تجنب أزمته الاقتصادية الناجمة عن وجود مليون نازح سوري لكن الفعل يأتي مغايرا إذا كانوا جادين فعلا في حل مشكلة اللاجئين وهذا موضوع إنساني يدمي لها القلب في هذا الموضوع إذا كانوا جادين فعلا عليهم أن يحلوا المشكلة داخل سوريا كيف تحل المشكلة داخل أن يعترفوا بوجود الإرهاب أن يجففوا منابع الإرهاب أن يوقفوا الدعم عن الإرهاب أن يعطوا سوريا الداتا الخاصة بالإرهاب لكي تتوقف عمليات الإرهاب ويتفرغ الجيش السوري لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه هكذا يعود النازحون مكرمون أو اللاجئون مكرمون إلى ديارهم مساعده لبنان تاتي اولا بالتوقف عن دعم الجماعات الارهابيه التي تستهدف امنه واستقراره ومواطنيه والتوقف عن تبرير عمليات القتل قبل كل شيء جنان شحادي مرتضى قناه الكوت بيروت